أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. مبسوطة جدا إن أنا أكون وياكم مزيد من دروس التاريخ في الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة إن شاء الله عنوانه الحملة الفرنسية على مصر. معاكم مس سامية يوسف، معلم خبير الدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم من خلال منصة البث. زي ما قلنا النهاردة درسنا اسمه الحملة الفرنسية على مصر. المفروض نبقى عارفين يعني ايه حملة فرنسية. طيب هسأل سؤال، هقول ايه المقصود بالحملة؟ الحملة هي عبارة عن تجهيز الجيش وتوجيهه لأهداف. افهم كلمة حملة يعني ايه؟ ان انا بجهز جيش واوجهه لأي منطقة من مناطق البلاد المختلفة في العالم لأهداف حربية. أهداف حربية بمعنى أهداف استعمارية، ان انا عايزة استولي عليه. ده مفهوم الحملة. طيب الحملة دي هتروح لأي بلد بهدف، يبقى أنا شفت إن هي جيش جهزوه بأدوات عسكرية أو حربية واتجهوا لأي مكان، يبقى الهدف منه هو الاحتلال. خلاص؟ طيب يبقى أنا عايز أعرف برضو إيه مفهوم الاحتلال. الاحتلال هو عبارة عن استيلاء دولة على بلد قهرا. ببساطة إن دولة اللي هي الدولة المحتلة اللي هي عايزة تحتل بلد، اي بلد، عشان تستولي على خيراتها وعلى موقعها وعلى اي مميزات موجودة فيها، جهزت الجيش وتحركت بالجيش ده بهدف الاحتلال. طبعا الناس اللي هم بيقعوا تحت الاحتلال ممكن تكون امكانياتهم في الدفاع عن نفسهم امكانيات ضعيفة، ففي الاخر في النهاية بتقع بلدهم تحت ايد الدولة المحتلة، وطبعا ده بيكون باستخدام القوة، وده معنى كلمة قهرا. طيب اجي اشوف بقى، احنا بنقول الحملة بتاعتنا اسمها الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية يعني اللي قامت بيها فرنسا. بس عايز اقول لكم على سر بقى، ان الحملة الفرنسية، ان دولة فرنسا لما جت تجهز للحملة الفرنسية على مصر اعدتها في السر. يعني ايه اعدتها في السر؟ يعني كانت بتخطط ليها وتجهزها في السر، ما كانش خبر الحملة على مصر معلن. ليه يا ترى؟ يقول كده حتى لا تتسرب اخبار الحملة الى انجلترا. من هنا فهمت ان في كان صراع ما بين فرنسا وما بين انجلترا. طيب ليه فرنسا خبت الخبر؟ قلنا علشان الحملة لا تتعرض لخطر من انجلترا. طب هي انجلترا ايه اللي كان هيعرفها وتعرف ازاي ان في حملة متجهة لمصر؟ اهو، لان انجلترا كانت بتراقب سواحل البحر المتوسط، وكانت لو حست بأي حركة من الأسطول الفرنسي كانت على طول بسرعة جدا هتقوم بمهاجمة هذا الأسطول. خلاص؟ يبقى أقول تاني، ليه فرنسا خططت أو أعدت الحملة سرا؟ زي ما احنا شايفين مع بعض، نقرأ مع بعض. حتى لا تتسرب أخبار الحملة إلى إنجلترا، وبالتالي تتعرض لمهاجمة الأسطول الإنجليزي اللي هو زي ما قلنا كان فين؟ كان بيراقب الملاحة في البحر المتوسط. طيب الحملة علشان تيجي على مصر خلاص وتستولي على مصر، كان عندها مجموعة أسباب كده أعلنتها، وهنسبق شوية أقول لكم على حاجة تانية سر، إن هي كانت عندها أسباب بقى غير معلنة. إيه هي الأسباب المعلنة للحملة؟ وخلي بالكم من اللوجو الأصفر اللي أنا حطاه ده، إن الأسباب المعلنة نركز قوي هي أسباب غير حقيقية. يعني إيه أسباب غير حقيقية؟ يعني فرنسا قالتها كده وكده علشان خاطر تقدر ان هي يبقى عندها فرصه تستولي على مصر، ويكون عندها مبرر يقنع الناس ان هي جايه لهدف خير، مش عايزه تحتل مصر ولا حاجه. فايه هي طيب يا مس سامية الاسباب المعلنه؟ الاسباب المعلنه رقم واحد تاديب المماليك. زي ما احنا افكركم مع بعض كده، خدنا قبل كده في الدروس السابقه ان طبعا مصر كانت في البدايه تحت حكم دوله المماليك، وبعدين اتهزم المماليك واصبحت مصر ولايه عثمانيه، وبعدين قلنا ان العثمانيين استعانوا بالمماليك في بعض ايه؟ في بعض الامور نظرا لمعرفتهم بالبلد، وكان عندهم درايه بيها فالعثمانيين استعانوا بيها. من ضمن الاسباب اللي قالتها فرنسا تاديب المماليك. طب ليه يا ترى كان المماليك بيعملوا ايه؟ يقول لي كده كان المماليك بيتعرضوا للتجار الفرنسيين، يبقى السبب الثاني هو حماية التجار الفرنسيين من ظلم المماليك. خلاص؟ طب في سبب ثالث لفرنسا؟ ايوه، ادعاء فرنسا انشاء حكومة وطنية للمصريين.
ممكن نقولهم مع بعض مرة تانية. الأسباب المعلنة، السبب المعلن الأول هو تأديب المماليك، تمام؟ الناس تقول معايا. السبب الثاني حماية التجار الفرنسيين من ظلم المماليك. السبب الثالث ادعاء فرنسا إنشاء وطنية مصريين. قبل ما نسيب الشريحة دي أفكركم مرة تانية إن عندي هنا الأسباب دي أسباب إيه يا ترى؟ أسباب إيه؟ غير حقيقية. برافو عليكم. طيب ايه بقى الاسباب الحقيقيه للحمل اللي هي بقى زي ما قلت لكم دي كانت سريه محدش يعرفها غير قائد الحمله؟ ايه هي يا ترى؟ رقم واحد، ايوه قلت لكم كان في صراع ما بين انجلترا وفرنسا، يبقى السبب الحقيقي الاول هو تهديد مصالح انجلترا. ازاي اهدد مصالح انجلترا؟ تقوم فرنسا بقطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. خلي بالكم من موقع مصر المتميز، مصر بتبص من الشمال على البحر ايه؟ المتوسط، وشرقها البحر الاحمر. اذا فرنسا لو استولت على البحر ايه؟ على مصر، هتقدر تتحكم في 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 السفن اللي ماشيه او اللي بتتحرك ما بين البحر المتوسط والبحر الاحمر. وبالتالي فرنسا هتقدر تهدد مصالح مين؟ انجلترا. شاطرين. طب ايه في اسباب ثانيه؟ ايوه، فرنسا كان عندها رغبة في إقامة مستعمرة. يعني إيه مستعمرة؟ هنعرف بعد شوية. بس المستعمرة دي أولا تكون في الشرق وتكون قاعدتها مصر. ليه طيب فرنسا عايزة تعمل مستعمرة تكون قاعدتها مصر بالذات؟ علشان تعوض خسارتها لمستعمراتها اللي فقدوها أمام إنجلترا. طيب يبقى نقول تاني الأسباب غير المعلنة اللي زي ما قلت لكم، خلوا بالكم نقول كل شوية هفكركم الأسباب غير المعلنة يقصد بيها الأسباب إيه يا أولاد؟ الأسباب الحقيقية. طيب فرنسا قلنا عايزة إيه من أسبابها اللي هي أسباب الحقيقية للحملة بقى؟ تهدد مصالح إنجلترا وتقطع الطريق بين إنجلترا وبين مستعمراتها الموجودة في الهند. السبب التاني هو إقامة إيه؟ مستعمرة فرنسية يكون قاعدتها مصر علشان فرنسا تقدر تعوض مستعمراتها اللي فقدتها. هي المستعمرات دي حاجة مهمة قوي، وليه فرنسا بتسعى لتكوين مستعمرة؟ فأنا هاجي أسأل دلوقتي إيه هي بقى إيه المستعمرة؟ المستعمرة هي عبارة عن إقليم يحكمه أجنبي ويكتفي باستغلاله اقتصاديا وعسكريا، يعني في النهاية مكان بيستولوا عليه وياخدوا كل خيراته بقى. خلاص يقصد بهنا بالخيرات دي هي الاقتصادية. طب عسكريا؟ عسكريا ان هم بيتحكموا في الطرق بتاعته، زي ما قلت لكم فرنسا كان عندها رغبة انها تتحكم في طرق البحر ايه؟ المتوسط والبحر ايه؟ الاحمر. طيب نشوف بعد كده ازاي بقى نابليون او قائد الحملة الفرنسية على مصر جهز الحملة. طيب نشوف كده مع بعض تجهيز الحملة. الحملة ما دام قلنا حملة يبقى حملة ايه؟ جاية باسلحة. طب نشوف هل يا ترى الحملة كانت فيها أسلحة بس؟ تعالوا نتعرف مع بعض. هنلاقي إن الحملة تم تزويدها بكافة الأسلحة والمعدات الحربية. طب كده تمام، يبقى هما فعلا جايين لهدف عسكري. لا استنى، ده كمان جايين معاهم علماء مختلفة. انت مش قلت يا مس سامية ان هي حمله يعني يجوا جايبين علماء اقول لكم لا استنوا، ده جايبين حاجه كمان، جايبين مجموعه من الكتاب والرسامين والمصورين. هو ازاي حمله وفيها كل الحاجات دي؟ علماء ورسامين وكتاب وفنانين. الله، هو ليه كده؟ قلت لكم عشان هم جايين عايزين يعملوا مستعمره. مستعمره يعني مكان بقى هيبقى بتاعهم، فطبعا يجهزوه زي ما هم عايزين باحدث ايه؟ باحدث الاساليب. طيب اشوف بقى الحمله وهي جايه على مصر جت ازاي. احنا عارفين طبعا، هنشوف دلوقتي خريطه معانا كده. بص يا اولاد ادي عندي الخريطه، المكان اللي انا بشاور عليه ده مصر اهي، شايفين موقع مصر زي ما قلنا البحر المتوسط، وادي البحر ايه؟ الاحمر. اطلع فوق كده في البحر المتوسط هنا في عندنا واحد. الحركة الأولى للحملة اتحركت منين؟ شايفين ده اسمه ميناء ايه؟ ميناء تولون. يبقى برافو عليكم، يبقى أول حاجة أبحرت الحملة
من ميناء تولون جنوب فرنسا في مايو سنة 1798. شاطرين. طيب أدور على رقم 2، الحملة بعد كده راحت فين؟ برافو عليكم، راحت إلى مالطا. يقول لي أيوة، استولت على جزيرة اسمها جزيرة إيه؟ مالطا. شاطرين. أمشي مع السهم يلا على رقم 3، هلاقي عندي إيه؟ جزيرة اسمها كريت. شايفين الجزيرة الصغننة دي؟ اسمها كريت. طيب أهم، يبقى شوف كده، ومنها لجزيرة كريت. خلي بالكم إحنا من شوية قلنا الحملة كانت سر، محدش يعرفها غير قائد الحملة اللي هو اسمه نابليون بونابرت. طيب ليه الحملة ما دام جاية على مصر ما جاتش من فرنسا من ميناء تولون على ميناء الإسكندرية على طول؟ ليه مشيت الخط ده، إن هي مشيت راحت مالطا وبعد كده راحت كريت وبعدين هتيجي على مصر؟ فأنا هنا كاتبة لك كلمة لماذا، يعني ليه الحملة اتبعت الأسلوب ده؟ هقول لك أهو، لتضليل الأسطول الإنجليزي. وما ننساش إحنا من شوية قلنا الأسطول الإنجليزي ده كان بيعمل إيه؟ كان بيراقب الملاحة في البحر المتوسط، ولو عرف إن فرنسا جاية على بحملة على مصر كان على طول هيحطم السفن بتاعتها فين؟ في البحر المتوسط قبل ما توصل حتى لمصر. تمام؟ أشوف بعد كده الحملة وصلت؟ أيوة، وصلوا مدينة الإسكندرية. طيب انتوا تتوقعوا معايا ان هما بعد ما وصلوا مدينة الاسكندرية اهل الاسكندرية هيكون موقفهم ايه؟ شايفين ناس جايين بسفن ومراكب وعساكر وجايبين معهم اسلحة ونازلين يحتلوا الشواطئ بتاعتنا وداخلين على طول في الاسكندرية، اهل الاسكندرية هيكون موقفهم ايه يا ترى؟ طيب انا طبعا عارفة ان اهل بلدي رجالة وما بيحبوش ان حد يهاجمهم على طول. انطلق اهالي الاسكندريه لسيد محمد قريش حاكم الاسكندريه. قلنا سنه، خليكم يعني خلي بالكم فاكرين التاريخ، انا عندي 1798. طيب الحاكم الاسكندريه اللي هو السيد محمد قريم ده تزعم اهالي الاسكندريه في مقاومه مين؟ الفرنسيين. لكن طبعا احنا عارفين مشكلتنا او مشكله المماليك والعثمانيين ان هم ما كانوش بيهتموا بتسليح الجيش. فطبعا لاقين الفرنسيين جايين معاهم اسلحه حديثه والشعب المصري معهوش اي اسلحه ومفيش حد كمان بيدافع عنه، فكانت النتيجه انه فشل اهالي الاسكندريه والسيد محمد قريم في صد الحمله، وده كانت فرصه للفرنسيين ان هم طبعا يدخلوا مدينه الاسكندريه ويحتلوا. بعد كده ترى ايه اللي حصل؟ هتحصل بقى، هيفوقوا بقى حكام اللي هم كانوا موجودين في الوقت ده اللي هم مين؟ اللي كان عندي الوالي طبعا قاعد في القاهره ملوش دعوه باي حاجه، وكان المماليك هم اللي متصدرين للمشي. فبسرعه يتحرك المماليك وهيروحوا على مدينه شبرخيت، وزي ما شفنا شبرخيت كده، تعالوا نرجع على الخريطه بتاعتنا. شبرخيت دي فين على الخريطه يا ترى؟ بصوا يا اولاد، ادي عندي في ايه؟ فرع ايه؟ رشيد، زي ما انتم شايفين في نص فرع رشيد هنا في محافظه البحيره هتدور اول مواجهه مع المماليك، وهي كانت معركة اسمها معركة ايه؟ شبرخيت. وشبرخيت دي في النهاية هتكون النتيجة انه هي برضو هيتهزم فيها الفرنسيين، وطبعا هينتصر فيها الفرنسيين وهيهزم فيها مين؟ المماليك. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيرجع تاني المماليك، يرجعوا ويواجهوا الفرنسيين مرة تانية، بس عبال ما يرجعوا يواجهوهم في المرة التانية هيكون الفرنسيين تقدموا ناحية منطقة ايه؟ امبابة. وخلي بالكم ان امبابة قريبة جدا من القاهرة. نتيجة المعركة دي اللي هي امبابة هيهزم برضو مين؟ المماليك. طيب هتنتهي المعركة دي بايه؟ هتنتهي المعركة بان المماليك هيهربوا، كلمة فرار دي يعني هروب، فهيهرب المماليك الى الصعيد. طيب كده اصبحت القاهرة بدون حماية، اذا هيتمكن الفرنسيين من دخول ايه؟ القاهرة. تعالى نعمل سؤال على الجزئية دي، لما يقول لي ايه النتيجة المترتبة على هزيمة المماليك في معركة امبابة؟ هقول له النتيجة فرار المماليك او هروب المماليك الى الصعيد. طيب وايه كمان؟ ونجح الفرنسيين في دخول مدينة القاهرة. برافو عليكم يا سنة ستة، شاطرين جدا. تعالوا نتنقل للنقطة اللي بعد كده. بعد ما الحملة خلاص دخلت مصر ودخل نابليون مدينة القاهرة، وهو في القاهرة بيتقابل مع العلماء، خلاص جات له رسالة. ايه الرسالة يا ترى؟ رسالة كانت صعبة جدا. بعت له القائد الفرنسي كليبر
بعت لنابليون اللي هو قائد الحملة الفرنسية يخبره بتحطم الأسطول الفرنسي عند أبو قير. وخلي بالكم أبو قير ده ميناء موجود عند شواطئ الأسكندرية. إيه يا ترى اللي حصل؟ قائد الأسطول الإنجليزي اللي هو اسمه نيلسون، اللي اسمه معمول عليه أصفر ده، يبقى نيلسون هو قائد الأسطول إيه؟ الإنجليزي. عمل إيه؟ هاجم الأسطول الفرنسي، وطبعا قدر ان هو يحطمه. كلمة يحطمه ده يعني يا ولاد كسر اجزاء كتيرة جدا جدا منه، وده طبعا هيضعف زي ما احنا هنشوف بعد شوية القوة العسكرية للحملة الفرنسية. تعالوا من الصورة دي او من الشريحة دي نعمل ثلاث اسئلة. قائد الحملة الفرنسية هو مين؟ هو نابليون. طيب حاكم مدينة الاسكندرية اللي ارسل رسالة لنابليون يخبره بتحطم الاسطول الفرنسي هو مين؟ برافو عليكم، هو كليبر. طيب قائد الاسطول الانجليزي اللي حطم الاسطول الفرنسي هو مين؟ نيلسون. شاطرين يا سنه سته. على طول نتنقل على النقطه اللي بعد كده. ايه هي بقى المعركه دي؟ لما حصلت اضعفت فرنسا. ايوه، ليه اضعفت فرنسا او ليه اضعفت الحمله في مصر؟ خلي بالكم السفن مجهزه بوسائل اتصال، فطبعا لما السفن دي هتتحطم هيحصل ايه؟ هتنقطع الصلة ما بين الحملة في مصر والحكومة الفرنسية. عارفين بقت الحملة زي ما تكون كده محبوسة في مصر، ولا عارفة تتصل بالحكومة الفرنسية ولا عندها اي وسيلة من وسائل الاتصال، وعشان مثلا فرنسا يبعتوا لهم دعم او حاجة. طيب ده اول نتيجة سلبية للحملة، خلاص، بسبب طبعا موقعة ابو قير البحرية. ايه النتيجة التانية؟ النتيجة الثانية هتتسبب الحملة، هتتسبب أسفة معركة أبو قير البحرية في اعتماد الفرنسيين على موارد مصر. ليه يا ترى؟ لسد احتياجاتهم. نخلي بالكم السفن دي كان عليها بقى إيه؟ كان عليها الذخيرة، وكان عليها الأسلحة، وعليها احتياجاتهم من الأكل والطعام والشراب. فطبعا لما الحملة اتعرضت السفن بتاعتها للتحطم في معركة أبو قير البحرية، ده هيكون ليه تأثيره على الحملة في ان هي تعتمد على مصر لسد ايه؟ احتياجات الحملة. النتيجة الاهم بقى هو ضعف الروح المعنوية للجنود الفرنسيين. عارفين لما الجنود الفرنسيين تحركوا في الحملة كان نابليون بونابرت قال لهم ده احنا هنروح بقى نعمل مستعمرة وهنستولي على مصر وهنبقى نتنقل نقلة كبيرة قوي. طبعا لما الاسطول اتحطم ده اضعف الروح المعنوية ايه؟ للفرنسيين او للجنود الفرنسيين. يبقى نقول من الاول خالص خالص خالص، الحملة الفرنسية جت على مصر سنة 1798، قائد الحملة هو نابليون بونابرت، وقلنا ان الحملة كلمة معناها استيلاء دولة على بلد اخرى قهرا. طيب فرنسا لما جت على مصر كان عندها اسباب، ايوه يا اولاد زي ما قلنا من شوية، كان عندها اسباب معلنة واسباب غير معلنة، وعرفنا ان الاسباب المعلنة اسباب ايه؟ غير حقيقية، وهنرجع نقولهم مرة تانية قبل ما اسيبكم. بس حابة افكركم بحاجة، لو حد فيكم عنده اي استفسار او اي سؤال بعد الشرح اللي احنا قلناه ده يكتب على الشات، واتمنى اللي يكتب في الشات يكتب اسمه الحقيقي، يعني يكتب اسمه عشان اعرف اتواصل معاكم، وانا ان شاء الله هرد على كل الاسئلة. طيب تعالوا نشوف شوية اسئلة مع بعض كده نشوف احنا فهمنا درسنا ولا لا. يلا أول سؤال بيقول لي من هو قام بتحطيم الأسطول الفرنسي؟ ها الناس بسرعة تحل معايا كده وتكتب لي على الشات عشان أشوف. أول إجابة تمام هو نابليون. شاطرين يا اولاد. السؤال اللي بعده، ارسل الى نابليون يخبره بتحطم الاسطول. مين هو اللي عمل؟ برافو عليكم كليبر. طيب في سؤال تاني مجهزينه، هو بيقول لي ماذا يحدث اذا؟ ماذا يحدث اذا ده بيعتمد شويه ان احنا تعالوا نتامل كده في اهداف الدرس كده ونسال اول سؤال.
بيقول لي ماذا يحدث إذا نجح المماليك في هزيمة الفرنسيين عند إمبابة؟ تفتكروا لو كان المماليك قدروا إن هم يصمدوا في مواجهة الفرنسيين عند مدينة إمبابة، كان ممكن إيه اللي يحصل؟ بالظبط، ما كانش الفرنسيين هيقدروا يدخلوا مدينة القاهرة. طيب حاجة تانية، حد يقول لي أفكار تانية. لو نجح المماليك في هزيمة الفرنسيين برضو كان ممكن حد يقول لي ما كانوش هيهربوا ناحية الصعيد. تمام، طيب نشوف كده الإجابات مع بعض. أدي عندي إجابة بتقول أيوة، وفي ناس شغالة بصراحة بتجاوب معايا شاطرين خالص، بيقول لي لو نجح المماليك في هزيمة الفرنسيين عند إمبابة لم يتمكن الفرنسيين من دخول مدينة القاهرة. وبرضو الإجابة اللي أنا قلتها التانية إنه برضو كان ممكن المماليك ما يضطروش للهروب إلى الصعيد. طيب السؤال التاني بيقول لي إيه اللي ممكن يحصل لو علمت إنجلترا بأخبار الحملة على مصر؟ طبعا إحنا فهمنا إن كان في صراع ما بين إنجلترا وفرنسا، فلو إنجلترا عرفت أخبار الحملة على مصر ممكن يحصل إيه؟ الناس اللي بتفكر وتكتب بسرعة تكتب بسرعة على الشات عشان نشوف بالظبط كده، كانت ستهاجم السفن الفرنسية في البحر ايه المتوسط. تمام، طيب السؤال الثالث، ايه اللي كان ممكن يحصل اذا لم تفقد فرنسا مستعمراتها امام انجلترا؟ هل فرنسا لو خسرت مستعمراتها امام انجلترا كان ممكن يحصل ايه؟ تمام، في ناس جميله كاتبه برافو. السؤال هنا بيقول لي ايوه، في ناس كتبت الاجابه، لم تكن فرنسا ستفكر في إقامة مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر. الحقيقة بتمنى يكون الدرس يعني تم استيعابه بشكل كويس، وأتمنى أن أنا لو في أي استفسار برضو أنا معاكم، ما زلت معاكم على الشات. قبل ما أختم بس الحصة وقبل ما أختم الدرس حابة أنوه عن حاجة، أن يوم الثلاثاء إن شاء الله هيكون دايما معادنا مع ميس ميربت في الجغرافيا، دي أول حاجة. الحاجة التانية إن يوم الأربع هيكون مخصص للتاريخ، وده الأربع مع ميس سامية ويوم الثلاث مع ميس ميرفت، ودي الملاحظة الأولى. الملاحظة التانية برضو اللي يحب يدخل ويكتب بيشارك معانا دايما يكون كاتب إيه؟ كاتب اسمه، ولو في أي استفسار إحنا بشوف الشات بعد كده يا أولاد وأقدر إيه أساعد معاكم، وأقدر أرد على أي استفسار. لو في حتى دروس أسئلة من دروس سابقة برضو يعني ممكن تبقوا تكتبوها ونتواصل مع بعض. انا حابه اشكر بصراحه في من نطل ملك احمد، تمام، وفي عبد الرحمن، وفي رهف، وفي قلنا من نطل اسلام، وفي امينه، في لك كتير بصراحه مشاركين معانا، وفي احمد المعتز مجاوب معانا، كل الاولاد دول، وماريو جميل. بس انا بجد حابه اقول اساميكم يا اولاد عشان تعرفوا ان احنا شايفين مشاركاتكم وشايفين ان انتم يعني بتشاركوا معانا ومبسوطه من التفاعل ده. في عندي كيفن، في حد بس كاتب لي سؤال، في حد كاتب لي سؤال بيقول لي هو ليه نابليون بونابرت في كل صورة بيكون حاطط ايده في القميص اللي هو يا ده سؤال يعني ده صورة يعني صورة بتاعته هو حب نفسه الشكل ده. بس في سؤال بقى انا حابة اسأله لكم، هو ليه نابليون زي ما قلنا في الاول جاب فنانين ورسامين وعلماء وكل الكلام ده؟ حد يفكر اكتبوا لي على الشات بسرعة كده، انا معاكم اهو، اكتبوا لي على الشات ليه نابليون لما جه يجهز الحملة حط فيها علماء وفنانين ورسامين؟ انا مستنيه حد يكتب على الشات عشان اشوف، لسه ما حدش كتب. تمام، طيب بصوا يا اولاد انا قلت لكم هو كان عايز يعمل مستعمره، طب ليه الرسامين؟ لان بصوا المعلومه دي حابه اقولها لكم، هو في الوقت ده ما كانش لسه في الات، ما كانش في كاميرات علشان نصور، فكان استخدام الرسامين لتوثيق كل الاحداث برضو اشكركم جدا على تفاعلكم والناس الحلوه خالص اللي موجوده معانا. بس في حاجه برضو حابه اقولها،
انه انا بعتذر عن اعادة الدرس ده مرة تانية. في ولاد كاتبين ان هو اتشرح قبل كده، لكن الحقيقة الدرس المرة اللي فاتت كان النت سيء جدا فكان بيقطع بشكل مستمر. اتمنى تكون النهاردة وفينا الدرس، وان شاء الله هنكمل بقى درس جديد برضو، هنكمل مع بعض بقى الحملة الفرنسية ونشوف احداثها بقى بعد كده هتتصاعد لحد فين، لحد ما نعرف ان المصريين جدعان قوي ما بيقبلوش الاحتلال، وهنشوف ازاي الحملة الفرنسية هتخرج من مصر بفضل شجاعة وشهامة اولاد مصر. شكرا ليكم، مبسوطة ان كنت معاكم، نلتقي على خير ان شاء الله الاسبوع القادم. بكرر شكري وسلامي، مع الف سلامة اولاد. كانت معاكم مس سامية يوسف، تحياتي.